السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان ديالي، تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا. الإخوان ديالي، عندي لكم إن شاء الله الرحمن الرحيم شي أسئلات ديالكم، راه غنجاوب عليهم وغنكمل معكم في تعقيم إطارات الممطورة. تعقيم الإطارات الممطوطة، تبارك الله عليكم. الأخ ديالي كيقول، غندوز لكم شي بركة من الأسئلة ديالكم وغنكمل معكم في تعقيم الإطارات إن شاء الله الرحمن الرحيم، إطارات الممطوطة. الأخ ديالي كيقول، عطيت للنحل ديالي الكوادار يعني إطارات بلا شمع، واش يقدر يبنيهم ليا؟ الأخ ديالي، النحل ديالك غادي يبني، ما غيبقاش ما يبنيش، ضروري غادي يبني، ولكن غادي يبني لك إلا عطيتيه بلا شمع، غادي يبني لك جوج شهدات في الإطار. أو لا أخي العزيز، ما غيتبع لكش الإطار، غادي يبقى يقطع من الإطار الإطار وغيبني لك عشوائي. والنهار اللي تبغي تحيد العسل أخي العزيز، راه ما غتقدرش تحيدها، خصك تهرس الصندوق ولا ترون كلشي. خالد من طنجة، أخي العزيز، عطيتي الكانديل الخليات ديالك ومن بعد تفقدتيهم، لقيتي خليات ديالك ربعة منهم مشاو. الأخ ديالي، الخليات ديالك كانوا ضعاف ومن بعد عطيتيهم الكاندي، النحل الآخر كمل الماكلة ديالو وهجم لك على هادوك أخي العزيز، وهرب لك النحل ديالك أولا وقع لك البياج وتقاتل مع بعضياتو. هذه هي الطريقة أخي العزيز. أخي العزيز، أنت كتقول مبتدئ وحصلتي على شي خلية وبنات لك الشهد في الخنشة، إلا كانوا أخي العزيز شهدات كبار يصلحوا لك ديرهم في وسط الإطار، حيدهم أخي العزيز وكروزي السلك في الإطار ديالك وحطهم وكروزي عليهم وردهم لها. وإلا كانوا باقين صغار أخي العزيز، حيدهم ولوحهم وعطي الخلية ديالك شمع أساسي اللي عندك. هذه هي الطريقة. الأخ ديالي كتسول على الإزهار ديال الشجر، اللوز أخي العزيز راه بادي دابا فهاد شهر جوج، الكاليتوس راه بادي ولكن ماشي كتير، قليل كيكون في شهر ثلاثة. الربيع ولله الحمد راه معنا في الساعة هادي ولله الحمد، ومن شهر جوج أخي العزيز حتى شهر ربعة كل زهور في الشجر، خوخ وتفاح ولوز وجميع المسائل. أخي بو شعيب كتقول، عندك صندوق ديال النحل باني فيه النحل عشوائي، واش يمكن لك دير العسالة أو لا ما ديرهاش؟ إلا كان أخي العزيز غادي تحيد المقفلة وما يطيح لك الشهد، غادي يبقى شاد يعني في الصندوق لتحت وما يضيع لكش، ماشي مشكل، واخا درتي العسالة راه تصلح لك. وإلا كان أخي العزيز النحل ديالك لاصق في المقفلة، راه ما غيمكن لكش الأخ ديالي دير العسالة، حاول جيب إطارات
وحيد الشهد اللي هو بني النحل عشوائي وكروزيه في وسط الاطارات وديرهم في الخليه ديالك وديالها عسالة اخي العزيز والله يسخر. ولي الفيديوهات الاولين راه كاينين فيديوهات بهذه الطريقه هذه والله يسخر لك اخي محمد الخضر. قلتي فحصتي خليه ديالك ولقيتي فيها بيوت ديال الذكور على الجهد يعني كتار، ولكن ما لقيتيش بيوت الملكات. اخي العزيز ملي كتربي لك الخليه ديالك الذكور، من بعد الخروج ديال الذكور راه غادي تبدا تربي لك بيوت ملكه والله يسخر لك. اخي محمد كتقول في سؤالك اخي العزيز عندك جوج خليات وكل وحده فيها خمسة الاطارات وضعاف، اعطي المحلول السكري اخي العزيز واعطي الشمع الباطي او الاساس واعطي الماكله ديالك والخليه ديالك غادي تبني والملكه غادي تبيض لك اخي العزيز والله يسخر لك. اخي العزيز باغي تشري النحل وكتسولني فوقاش غادي نبدا نبيع النحل. اخي العزيز انا هاد الساعه ولله الحمد ما وقفش على النحل باش غادي نبيعو، ولكن الا بغيتي شي حاجه نقدر نعطيك من عندي شي حاجه الا كنتي قريب ليا، او لا ندبر الاخي العزيز شي حاجه اللي تعجبك والله يسخر لكم. اخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا. دابا غادي تلاحظوا معايا كيفاش غادي نعقم اطارات الممطوطه اللي بقات لينا من العام الفايت واحتفظنا بها. لاحظوا معايا كيفاش غادي نعقمها حتى هي باش الا كان فيها شي حاجه كتحيد لينا بالعافيه وكتنقى. اخواني الاعزاء وتبعوا معايا. اخوان ديالي السلام عليكم، لاحظوا معايا اخواني هادو اطارات عندنا من العام الفايت. لاحظوا معايا اطارات ديالنا نقيين ما فيهم حتى حاجه، ولكن عادي نعقموهم بواحد شويه باش ما كيبقاش فيهم شي حاجه اللي دار لينا النحل ديالنا. بهذه الطريقه اخواني الاعزاء لاحظوا معايا يعني صوتها خفيفه باش ما ندوبوش الشمع. لاحظوا معايا هاد الاطار هذا كما كتلاحظوا راه فيه العيون السداسيه ديال الذكور هي هاد. الاطار ديالنا كما كتشوفوا عقمناه، غنديرو في الخلية معقمة. لاحظوا معايا اخواني الاعزاء هذا اطار يعني كنصوتو عليه صوتة خفيفة بهذه الطريقة. لاحظوا معايا اخواني لاحظوا معايا الاطار ديالنا كيولي جديد، اذا فيه شي حاجه كتحيد ما كتبقاش. لاحظوا معايا هذا الاطار ديالنا فيه شويه ديال الغموليه. لاحظوا معايا كان قال لي واحد السيد في واحد السؤال عندي اطارات غاملين، وقلت له يدير لهم هاد الطريقه بالشاليمو بحال هكا باش ما يبقاش فيهم الغموليه. لاحظوا معايا الاطار ديالنا غامل، واحد اللحظه راه ما غيبقاش فيه الغموليه.
خذوا معايا. خذوا معايا إخواني الأعزاء. لاحظوا معايا الإطار ديالنا. لاحظوا معايا مابقاش فيه الريحة ديال الغمولية. غنحيدو هذا هنا ومن بعد كنعقمو الخليات ديالنا، كنديروهم في خلية تكون معقمة. لاحظوا معايا لاحظوا معايا الإطار ديالنا كيولا اتجاه الآخر. الإطارات هادو نقدرو نقسمو بيهم، نقدرو نديرهم في العسالة نجمعو بيهم العسل. كاين شي إطارات لي فيهم الصوفة، ولكن من بعد كنصوت عليهم بحال هاكا مكتبقاش فوس منهم. هانتوما خويا لاحظوا معايا الإطار ديالنا كي كيولي. باش كنقول لكم اللي مسالي وما كيدير حتى حاجة يعقم الخليات ديالو ويعقم الإطارات ديالو باش يكونوا عنده موجودين إن شاء الله الرحمن الرحيم اللقيطة ديال العسل. أو لا القسمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. لاحظوا معايا هذا هذا تا هو هذا واخا عنده غير واحد الجهة في الخشب راه خدام لينا نخدمو بها هاد العام إن شاء الله نجمعو بها العسل. لاحظوا معايا الإطارات ديالنا كيوليو جداد. لاحظوا معايا هاد الصوفة هادي هي هنا كاينة شوية الصوفة هنا كاينه شويه د الغموليه والصوفه. لاحظوا معايا هادو الإطارات ديالنا كيولاو إخواني الأعزاء. هذه هي الطريقة باش كنعقمو الإطارات ديالنا إلا كانت فيهم الغمولية أو لا بغينا نعطيهم النحل ديالنا باش ما يبقى فيهم شي مارد ولا شي حاجة. والله يسخر ليا وليكم وجميع المسلمين، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا